السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم في مطبخ جميلة دراما مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم بغيت نشارك معكم هاد طبق ديال سباكيتي بلاصوص وفخوماج اللي كيجي رائع. ودابا غادي نتلاقى معكم. اول حاجة غادي نبداو بها هي لاصوص طوماط اللي غادي نحتاج ليها 4 المطيشات اللي كنكون غاسلاهم مزيان، واحد البصلة، واحد 4 دروس ديال الثومة. كناخدو مطيشة كنقطعوها كنخليوها بقشورها بالزرعة ديالتها وكنديروها في الطاوة وكنتبعوها العناصر الأخرى. حنا سالينا دابا مطيشة، غادي نقطعو البصلة تاهية وغادي نديرو دروس ديال الثومة. غنضيف دابا تقريبا واحد الكاس كبير ديال الماء، القياس اللي غيطيب ليا هذيك مطيشه والبصله. وغنضيفو رشه ديال الملح، واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، وغادي نديروها فوق البوطه حتى تطيب. مني عملنا لاصوص كطيب، دابا غادي ندوزو باش نوجدو السباكيتي ديالنا. غادي باش نسلقوها كنديرو واحد طنجرة كنديرو فيها الماء يغلى القياس اللي غيطيب لينا سباكيتي. صافي كنضيفو ليها واحد رشة ديال الملح، واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة. صافي مني غلى لينا الماء كناخدو انا سباكيتي كنقسمها على جوج، ما كنديرهاش على طولها بحال هكا. انا عملت سباكيتي كامله، صافي كنحركها وكنخليها تطيب على خاطر، ولاصوص راه كطيب حداها. طلقت مطيشه صافي طابت، دابا غادي نديرها في مولينكس باش نطحنها. مني طحنا لاصوص ها هي لاصوص هي واجده عندنا، دابا غادي نضيفوا العطريه. كنحتاج ليها واحد المعلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال خرقوم عرق ومعلقه صغيره ديال الابزار. ومعلقة صغيرة ديال التحميرة. كتكون معلقة شوية عامرة، واحد شوية الملح، وكنحتاج واحد جوج معالق كبار ديال مطيشة الحوك، وواحد 3 المعالق كبار ديال الزيت. صافي وكنردها طيب. مني تسلقات ليا سباكيتي كنصفيها ومباشره كنغسلها بالماء بارد تقريبا واحد جوج كيسان ديال الماء كبار. كنغسلها مزيان بالماء بارد وكنخليها حتى تصفى ليا مزيان من داك الماء. عاده غادي نعمل عليها لاصوص والعناصر المتبقيه. العناصر اللي غادي نحتاجها باش نديرها في السباكيتي ها هي واجده عندي. لاصوص طوماطه ها هي واجده بعد ما طابت. كنحتاجو الفرماج الاحمر والموتزاريلا، كنحتاجو المعدنوس مقطع، كنحتاجو واحد جوج علب حتى 3 العلب ديال الطون ديال الزيت، كنحتاج الشامبينيون مقطع، وكنحتاجو شويه الزعتر. دابا غناخدو لي بات ديالنا اللي سلقنا قبيله،
غادي نضيفو ليها لاصوص طوماط الكافي، وغادي نخليو واحد شويه باش نزينو به من فوق الطبق ديال السباكيتي. وغنضيفو كاع العناصر كلها، الطون، الشامبينيون، الربيع، غير الفروماج والزعتر، حتى نحركوها مزيان فوق البوطه تجانس لينا العناصر كلها. عاده من بعد غادي نضيفو ليها الفروماج والزعتر. هانتوما متابعين معايا اي حاجه وانا كنديرها. هي سباكيتي طابت لينا، صافي تجانس لينا كاع العناصر كلها. دابا غادي نضيف فروماج الموتزاريلا، وغادي نطفي البوطه. وغنضيفو واحد شويه الزعتر، غير رشه ديال الزعتر، كيكون شويه مطحون كيعطي واحد النسمه زوينه. سباكيتي هي واجده عندنا، دابا غادي نديرها في الطبق التقديم وغادي نزينها. واي واحد باش ما بغى يزينها، انا غنزينها على هذا الشكل، وكنتمنىها تعجبكم. راه كتجي زوينه ولذيذه، واللي جا عندي وذاقها كيبغي المقادير وكيبغي الطريقه، وشاركتها معكم وكنتمنىها تعجبكم. وكنتمنى تكتبوا لي في لي كومونتير، وكنشكر كاع الناس اللي انضموا لي القناه. ودابا غادي نقول لكم سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.